التطور المستمر للبنية التحتية لقطاع التكنولوجيا والاتصال في مملكة البحرين فتح آفاقا جديدة للشباب البحريني للإبداع والتطوير. فقد تمكنت مجموعة من مصممي ومطوري الألعاب الإلكترونية من تصميم أول لعبة فيديو بحرينية سيتم إصدارها خلال العام الجاري. قصة حلم تحقق في الواقع، شغف وطموح أوصل هؤلاء الشباب إلى أبعد الحدود وتمكنوا من تثبيت أقدامهم على أساس صلب كان منصة الانطلاق نحو النجاح. أبناء عمومة اجتمعوا لتصميم لعبة الفيديو كاتاتونيك بفكرة مميزة تحاكي الرسوم المتحركة لعام 1930. والله احنا بدينا يعني أنا وعيال عمي اللي هما من ضمن مؤسسين الشركة محمد الزكري، أحمد العلوي، محمد العلوي. كنا قاعدين ما كان عندنا شيء نسوي، كنا قاعدين في البيت وقعدنا نلعب بلاي ستيشن وفيديو جيمز يعني بشكل عام، وقلنا ليش ما احنا نقدر نسوي هالشيء يعني. بعدين قعدنا ندرس الموضوع وتعلمنا عنه وشفنا يوتيوب، ومع ان احنا ولا واحد فينا ما اخذ من هالمجال، فقررنا يعني ان يلا نقدر نسويها، ليش لا؟ وبعد تجربة بعد تجربة بعد تجربة لين ما وصلنا لهالمرحلة. لعبتنا اللي يخليها يعني حلوة ان هي تجذب الجميع، ان تكون هي للجميع، والارت ستايل مالها صاير انه فينتج نفس الكرتون القديم، نفس ميكي ماوس، نفس لوني تونز وذيلا، وصاير كل شيء رسم يد. اللعبة كلها يعني تحاول تعلم الناس ان شلون نقدر نحل المشاكل بدون عنف، بدون ما نتهاوش، بدون منطق. أظن أن هاي الشيء اللي يميزنا عن الألعاب الثانية. البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا والاتصالات في مملكة البحرين ساعدت المصممين في عملية الإنتاج وساهمت في تسهيل هذه العملية واختصار الوقت. البحرين في هالناحية ما شاء الله أنه قاعدة تشوف في تطور في هالناحية من ناحية التكنولوجيا في البحرين. هدفنا الأول ان نوصل لعالمي، احنا نبي هاللعبه ان توصل لعالمي، ونبي نراوي الناس ان البحرين يقدرون واحنا قدها، وان شاء الله يا رب نوصل لعالميه. عمل بحريني يطمح الى العالميه، فالمشاركين في هذه اللعبه ممثلين ورسامين محليين وعالميين شاركوا في عدد من الاعمال الفنيه العالميه الخالده. ما بحرق على اي احد شيء، بس عندنا مثلا مشاهير بحرينيين موجودين، عندنا شاي حليب بيكون موجود في اللعبة، وعندنا بعض الشخصيات اللي مو بس تكلم عن حاضر البحرين بس تكلم عن تاريخ البحرين بعد. فمثلا عندنا احنا بعد مشاهير وممثلين معنا في هاللعبة، نفس ليندا يونغ صوت فريزا من دراغون بول زي، عندنا ليلاني شو من ذا ماندلورين اللي هو من ستار وورز، عندنا يوتيوبرز بعد مشاهير من أمريكا، واحد اسمه The Nostalgia Critic وواحد اسمه بوتسي، وإن شاء الله بعد عندنا ناس اللي حين ما نقدر نتكلم عنهم. أفكار مميزة أثبتت ارتفاع معيار الطموح للشباب البحريني الذي يسابق الزمن بإرادته لنهل المزيد والتأكيد على قدراته التي تستحق الإشادة والتقدير. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.